هي قائمة التجار المداومين أول أيام العيد بالعاصمة، مداومة لطالما اشتكى المواطنون من ضعفها وعدم تلبيتها لطلباتهم، ما دفع مصالح التجارة هذه السنة لرفع عدد التجار المسخرين لخدمتهم بأكثر من 20%. وهذا العام باش يكون في علم المواطن والمستهلك خاصة، تسمى راهي قامت مديرية التجارة برفع النسبة ب 20%. كاين المواطن لما يشوف هكذا يشوف في يوم عيد يشوف كاين محلات هكذا مغلوقين، حنا ماشي كاع المحلات ريكيزيسيونيوهم ندير لهم تسخيرة، يعني نسبة معينة باش يقوموا بالمداومة هذه. وإن اعتدنا رؤية المستهلك يشتكي من عدم احترام التجار لمداومتهم أيام العيد، فهذه السنة انقلبت الآية، التجار يشتكون غياب الزبائن من جهة وغياب التموين بالسلع من جهة أخرى. باش كل البلاد تانيك ما تكونش ميتة ما تكونش راكدة، يفو كيلي دو موفمون. اي دونك فوالا رانا هنايا جور دو العيد، ميم سي اوني با لا ميزون، اوني ا نوتر ان نوتر دوزيام ميزون، رانا في الخدمة. الكليون يشتي البيار صغلا، قلنا تيلا ريجيون صغلا، قلنا شو فو فوايي افيك فو بروبر زيو كو نو اوكان كليو. كوم جي لي دي جي لي ردي، جو سوي بيناليزي. Une grande surface qui m'a dit, quand même j'ai des charges importantes, très importantes par rapport au métrole, c'est. Mais ça donne des moyens, mais qu'est-ce que je n'ai pas mis en jeu le produit. J'ai ouvert pour combler les besoins du consommateur. Le problème principal est le source. Les abattoirs sont pleins, mais qu'est-ce que. Comme les abattoirs, donc comme on dit aujourd'hui. الحد اثنين بلك ثلاثة ما نعرف إلا يوجدوا بلك الأربعة، كان ليامات وين يقعد ثلاثة أيام أربع أيام بطور مغلوق. هي جولة رافقنا فيها أعوان الرقابة بأحياء العاصمة في الساعات الأولى من نهار العيد، كانت فيها نسبة استجابة التجار لمداومتهم تلامس 100%، على أمل أن تشمل هذه النسبة كامل التراب الوطني.